بتاعتنا. شيش طاووق الوراك المخلية اللي من غير جلد، والوراك بنفضلها دايما في الوصفة دي علشان الأنسجة بتاعتها بتخليه ناعم جدا ما يشدش معاكي أثناء الشوي. تاني حاجة نسبة الدهون البسيطة جدا اللي فيه بتخلي طعمه أحلى من الصدور 100 مرة في الوصفة دي بالذات. يبقى أنا عندي وراك فراخ مخلية، مخلية من العظم ومتشالة من الجلد. عندي كمان بصوا التتبيلة أبسط من البساطة لكن غنية جدا تبارك الله عليها. كوباية لبن، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، عصير ليمون، خل، وسر الصنعه النهارده معلقه زبده، معلقه زبده سايحه، معلقه زبده في تتبيله الشيش طاووق المشوي النهارده وما شاء الله عليها، وكمان شويه زيت عشان يديني لمعه الشوي الحلوه. دي كده المقادير بتاعه التتبيله. نقول كمان تاني شيش طاووق وهنقطعه دلوقتي مع بعض، كوبايه لبن، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، عصير ليمون، وكمان خل، ومعلقه زبده، معلقه صغيره كده، وشويه زيت. ودي كده التتبيله بتاعتنا. وهنحتاج فحمتين، هنحتاج كام سيخ كده بتوع الشوي. ادي الوراك المخليه ما يقال عليها شيش طاووق بالشكل ده، مفروده كده. اي دهون زياده بنشيلها، بس بسيب كده الدهون اللي جوه دي علشان دي بتطري لي الشيش طاووق اثناء الشوي. واروح جايه كده هنا قطعاها كده، ادي قطعه ودي على اتنين، بسم الله، ادي قطعه بالشكل ده. انا عايزه التقطيع بتاعه الشيش الطاووق المشوي بالشكل ده، مستطيله كده وتخينه زي ما هي. تمام، نعمل تاني، نشيل دول، مخليه لكم كده كذا واحد لان التقطيعه بتاعته هتفرق جامد جامد في التسويه. بصي بفرد كده الورك المخلي وبعدين اقطعه على ثلاثه، ادي واحد اتنين ثلاثه اهو. حلو كده يا سمر، معانا بمنتهى السهوله. دي اول خطوه. تاني خطوه هتكون التتبيله. بصي يا ستي، بسم الله، ادي كوبايه اللبن. خدوا بالكم انا لا حاطه بصل ولا حاطه طماطم ولا بشر بصل ولا الكلام ده كله، هعتمد على تتبيله غنيه طعم قوي للشيش طاووق المشوي، اعتمديها عندك على طول من غير بصل من غير طماطم من غير اي حاجه. ادي كوبايه لبن، علشان اللبن ده يقطع معايا لازم يتحط فيه معلقه كبيره خل اهي، وكمان الخل هيطري لي جدا الانسجه بتاعه الشيش طاووق. مع الخل كمان عصير ليمونه، ليمونه كبيره، بسم الله، ادي نص، وناخد النص التاني. يبقى انا كده دلوقتي حولت اللبن، كوبايه اللبن اللي عندي دي حولتها لحاجه زي كريمه او لبن رايب او زبادي. ليه بقى؟ علشان تديني غناوه للشيش طاووق وتدي طعم قوي جدا للتتبيله بتاعتنا، او كريمه كاني عملتها كريمه. بصوا بقى اللبن اهو، بعد الحركه دي نتبل بقى. هنتبل بايه؟ يلا معايا نعد مع بعض، ملح، بسم الله كده، فلفل اسود مش كتير عشان انا مش عايزه التتبيله تبقى غامقه، عايزاه وهو مشوي يبقى ابيض منور كده زي الشهد. توم باودر وبصل باودر. اللي حصل كوبايه اللبن القوام بتاعها بيتقل، ما بقتش هي كوبايه اللبن اللي قوامها خفيف سايل، بيتقل لان انا حولتها لحاجه شبه الكريمه. بعد كده هاخد شويه زيت علشان يديني لمعه حلوه في الشوي كده. وسر الصنعه زي ما اتفقنا، سر المهنه بتاعنا المهم جدا جدا، معلقه الزبده بس كده. هو بعد ما اتقطع كله في التتبيله، الخل بقى مع عصير الليمون مع اللبن مع التتبيله الحلوه دي، اتفرجي على جمالها. قلبي كده كويس وحاولي على قد ما تقدري تسيبي الشيش طاووق في التتبيله الرائعه دي. يا ستي هنعمل ايه؟ عندك بقى جريل ماشي، عندك شوايه ماشي، ما عندكيش رصي في الصينيه ودخلي الفرن. شفتوا يعني ما عندناش مشكله، ما بنقفش على محطات. لازم الجريل او الحاجه اللي هديها اللي هدي الشيش طاووق الصدمه فيها لازم تسخن كويس قوي على نار عاليه. انا مشغله عينين قصاد بعض على اعلى درجه حراره في البوتاجاز، لازم ياخد صدمه محترمه. فعلى ما يسخن كويس قوي نبتدي نعمل بقى ايه، نشيك الشيش طاووق بتاعنا.
طبعا يا سمر انت عارفه يعني ايه شيك صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بطيخ برضو. بص يا جماعه هعمل له كده ايه، كاني بدككه يعني، باخد الاول الحرف بتاعها من تحت وبعدين على فوق واخدها مفروده كده للاخر، عشان لما تيجي تاخد صدمتها ما تكشش، ما لقاهاش قفلت كده بقت قطعه كده مكعبات، لا انا عايزاها بصوا مفروده كده زي ما هي كده. ماشي نجيب التانيه، يلا تانيه نفس الحكايه. بصوا ازاي اهي، باخد من الحرف كده على فوق، ما انا بقول لك كاني بدككها بالظبط اهي. طبعا بس الجلوفز بيزحلق، دي اهم حاجه عندي عشان لما تستوي تفضل كده. ماشي نجيب واحده كمان، بسم الله اهو شايفين باخدها كده من الحرف. استني يا سمر ما تستعجلينيش، حلوه قوي زي الفل، جبرنا الحمد لله. اخبار الجريل ايه؟ يلا يا باشا يمشي، نفرد كده وكمان بعد ما اديها صدمتها هفردها تاني. تعالي معايا بقى يا سمر على الجريل الجميل بتاعنا اللي معمول عموله على اسمي. بسم الله، بصوا اسمعوا كده، تاني بسم الله، اهو في هنا قطعتين حرام نسيبهم، ناخد لهم بقى ايه عيدان شيش تاووك عشان ابقى وريتكوا برضو، وريتكوا ده ووريتكوا ده. ماشي يا باشا، سمر طيبه النهارده ونيه وعليها شبكه، بحط الاول ورقتين او طبقتين ثلاثه فويل تحت وبولع الفحم بره، وبحط الفحم فوق الفويل وبحط الشبكه عليه واشغل نار ضعيفه جدا كاني بسوي الرز بالظبط تحت الصينيه اللي بالفحم، يفضل الكام فحمايه اللي انا حطهم والعين على طول بسبب النار اللي تحتيهم، وابقى انا كده تحايلت على الموقف وعملت شوايه من غير شوايه. بعد ما بدي الشيش تاووك الصدمه بتاعته على النار الاول ودرجه حراره عاليه، هنشيله بقى كده ونروح حاطينه فين؟ على الفحم اهو. الله الله الله، ياخد بس الاول تبصيم على الجريل وبعدين يكمل سواه على الفحم. تاني باكد عليكم الفحم اللي والع تحتيه نار هاديه، الفحم والع الاول لوحده وبعد كده حطاه في الفويل وتحتيه نار هاديه بس يا ستي اهو. بيبتدي يقول بصوا اللون بقى بيبقى عامل ازاي، اللبن بيديله لون ابيض زي الفل بس بيبقى براحته خالص. وعرفنا ازاي كمان نشويه من غير شوايه عندي واديله الصدمه واديله طعم وريحه الفحم، ابتدى الدخان بتاع الفحم يطلع اهو زي العسل.